السلام عليكم، كيف حالكم؟ بدنا ناخذ أول سؤال على موضوع السلندريكال شيل. الآن بدي إياكم تركزوا طبعا هون يعني هو حكي لي use the method of cylindrical shell، لكن أنا لو ما ذكر لي هذا الإشي بدي أعرف كيف أميز متى أستخدم cylindrical shell، متى أستخدم الديسك، متى أستخدم الواشر. هلا الديسك هو الحال اللي حكينا انه هذا بيكون فانكشن واحد، على طول بعرف انه ديسك، لكن ممكن يكون فانكشن واحد واستخدمه بالسلندريكال شيل. فقبل ما اروح احدد هل هو فانكشن ولا تو فانكشنز، يجب انك تو باي اتنشن. ايش يعني باي اتنشن؟ يعني تعطي اهتمام لمين؟ ده محور الدوران. هذا محور الدوران اللي عندي انا هون شو اكس اكسس. اتفقنا انه الاكس اكسس معادلته شو واي ايكوال صفر، فبروح بلون كلمه واي وباجي بشوف شو الفانكشنز اللي عندي هون، ومن خلال الرسمة بقدر أعرف إذا بدي هون، لأنه هم حدد لي استخدم السلندريكال شيل. السلندريكال شيل حسب شرحنا المرة الماضية، يجب إنه إذا أنا بحكي سلندريكال شيل، هاي طلعوا هون، إذا كان عندي واي ولا واي، محور الدوران لازم يكون العكس اللي هو x يساوي. فطالما هو هون حدد لي وحكى لي استخدم cylindrical shell، هذه لما انا عندي هون مضروب x في y تساوي واحد، يعني لازم يا اما اخلي الواي لوحدها على جهة او الx. فطالما هاي y، شو بخلي هون؟ الx على جهة. ليش؟ عشان تكون يا جماعة عكس، تمام. وهي هون برضو انا عندي معطيني نقطتين من y equal 1 ل y equal 3، هاي النقاط الحدود جاهزة، ومعطيني هذا الفانكشن والاكس يكون صفر. فبرضه هنا انا عندي ايش؟ هاي عكس. وهون اذا بحل هذا بقسم على مين؟ على واي، بقسم على واي، شو بيطلع؟ الاكس يساوي واحد على واي، وهذا نفس الشيء اكس اكس عكس مين؟ عكس الواي. فهيك خلص بعرف اني انا قادر اني ابدا بايش؟ بالسلندريكال شيل. شفتوا كيف حددت السلندريكال شيل؟ محور الدوران، اكس اكسس بكتب معادلته واي تساوي صفر، الان بطلع هاي واي بدور، اذا كان هنا اكس يساوي اكس يساوي، بعرف انها سلندريكال شيل. لو كان هذا واي تساوي واي تساوي، بعرف انها ايش؟ لانه بتكون نفسها، بعرف انها على الديسك او الواشر. طبعا اتفقنا انه الديسك هو فانكشن واحد، الواشر كم؟ تو فانكشنز. فخلينا الان على السلندريكال شيل، اكس تساوي اكس تساوي، إذا عرفت إنها cylindrical shell، عندي الحدود جاهزة، فمباشرة ببدأ بالintegration القانون، يعني step one. بس حتى قبل القانون خلينا نرسم. ف step one حكينا بدنا نرسم، تعالوا نرسم يا جماعة. هلا x تساوي واحد على y، ولا y تساوي واحد على x، نفس الرسمة، تمام؟ لأنه سواء نقلت هذا هناك ولا هذا هناك، حيكون اتنين x يكول واحد على y، ولا y يكول واحد على x، نفس الرسمة. كيف رسمتها؟ صحن هون وصحن ايش هون. وهي الرسمة لانه احنا اتفقنا انه x تساوي واحد على y، ولا y تساوي واحد على x، بعكس الرسمة على الخط اللي هو المرآة، اللي هو ايش؟ الخط اللاين اللي بقطع الربع الاول والربع الثالث. فلو قلبت هاي الرسمة، تمام، على هذا المحور، على هاي المرآة، فهاي الرسمة بتصير هون وهاي بتصير هون، فتنطبق يعني رسمتين على بعض. والدليل ايش؟ لما تعلمنا رسمات اول شابتر، هذا اول موضوع كان how to sketch. فالواحد على x ولا واحد على y، نفس الرسمة، رسمنا رسمة واحدة. فالآن رسمت هاي الرسمة، تعال الآن نرسم الباقيين. شوفي عندي هون، عندي ال x equal 0. شو يعني x equal 0؟ اللي هو ال y axis، صحيح؟ فخلينا نرسمه بلون آخر، مثلا اللون الأزرق. ومن وين لوين طالبني؟ من ال y equal 1 لل y equal 3. فأحط الحدود بال ايش؟ y equal 1 هاي ال 1 مثلا، y equal 3 هاي ال 3 نعتبرها. إذا وين المنطقة محصورة؟ هي، تمام؟ لكن الالتفاف وين بده إياه؟ حول x axis. لاحظوا المنطقة محصورة حول الواي، لكن الالتفاف حول المحور البعيد. هي طريقة السلندريكال شيل. الآن اتفقنا إنه أنا بدي معلومتين، بدي الهايت وبدي إيش؟ الراديوس. طالما الدوران بيكون
على الـ x-axis. تمام؟ فالـ height بيكون هو عبارة عن هذا الـ function. صحيح؟ صحيح؟ مش هذا هو الـ height؟ هنا شو الـ height؟ هذا. طبعا احنا عارفين هذا هو الهايت، لكن الحدود تحدد لي من الواحد للثلاثة، بس باخذ المنطقة اللي بينهم. اذا هو فيش غير فانكشن واحد اللي هو ايش؟ الواحد على واي. فتعال نشوف احنا كيف نكتب الفوليوم. نرجع لقانون الفوليوم، حكينا لما يكون زي هاي الحالة حول الاكس اكسس، الاكس اكسس اللي هو الواي يكون صفر، شو القانون بيكون؟ 2 باي في واي. صح؟ إذا كان عندي function واحد زي حالتنا، مباشرة بضرب الفانكشن. two functions بطرح الفوق ناقص التحت. أنا عندي هنا إيش؟ function واحد بس. فخليني إيش أسوي؟ لا سوري سوري سوري، واحد لأنه آخر الليل نسي. إحنا لأنه شو اسمه الدوران حول الاكس، حول الاكس اكسس، هذا بيكون الراديوس يا جماعة، فهذا اللي هو واي. هذا ايش حكينا؟ واي. اي هذا شو؟ واي اللي هو محور الدوران، لأنه الدوران هيك حيصير، يعني هاي الرسمة كأنها انقلبت زي هيك وتكون زي هيك، فهذا الراديوس، هذا اللي هو واي. لكن الهايت حيكون ايش؟ اليمين ناقص اليسار، احنا بنحكي على اكس تساوي، فحيكون هذا هو الهايت. تمام، خلي الهايت بلون آخر، فخلينا نعطيه بلون مثلا الأخضر. هذا هو الهايت، الهايت اللي هو مين مباشرة هون؟ الفانكشن. شو الفانكشن؟ معادلته واحد على واي. فبروح بحكي ايش الفوليوم؟ الفوليوم تساوي انتجريشن لتو باي في الريدس، الريدس ثابت اللي هو مين؟ الواي. في الهايت اللي هو الفانكشن وهو واحد على واي دي واي. صحيح؟ طبعا انا هون بشوف عندي، خليني بس ارفع هاي، بختصر متشابه، عندي واي وعندي واي. من وين لوين؟ من واحد الى ثلاث. صحيح؟ شو بضل عندي هون؟ بضل الفوليوم شو بتساوي؟ انتجريشن من واحد لثلاث لتو باي. بقدر اطلعها خارج التكامل او اخليها جوا. تمام؟ فإذا ما ضلش إيش جوا، بضل الواحد. شو تكامل الواحد؟ اللي هو واي. صح؟ من وين لوين؟ واحد إلى اثنين. الآن بعوض، بعوض أول شي بالاثنين ناقص واحد، طبعا اثنين ناقص واحد كم بيطلع؟ واحد، فبيطلع الجواب كم؟ 2 باي بالنهاية. هذا سؤال بسيط جدا من ناحية الانتجريشن، حتى من ناحية الفانكشن، لكن برجع بحكي بشكل سريع، طالما أنا بدي ألف حول الإكس أكسس، تمام؟ وبدي استخدم السيلندريكال شيل، الاكس اكسس هو الواي تساوي صفر، بدي هذا الفانكشن يكون عكسه، فخليت الاكس لوحده. الان لما اجي احدد الهايت والراديوس، مهم جدا دائما ببدا بالراديوس. ليش؟ انا عندي الدوران حول الاكس اكسس، فعارف انه الراديوس حيكون عمودي، طالما الراديوس عمودي فهذا هو ايش؟ الواي. حطيت الواي، الان هون شو بحط الفانكشن؟ انا بعرف انه الاكس دائما ببدا من وين؟ هيك افقي، دائما كلمة x معناها افقي، فببدأ من عند الواي اكسس وبروح للرسمة. عندي function واحد، ما بضطر اطرح two functions من بعض. فبهاي الحالة شو استخدمت؟ اي قوانين؟ هذه القوانين، هذا القانون اللي هو 2 باي في y. شايفين الواي هو الراديوس تبع الدوران، لأن الدوران هنا كيف هيك. بعدين ايش؟ في الهايت اللي هو الفانكشن من نقطة تحت لنقطة الفوق. وهذا بيكون نهاية الفيديو. إذا يا جماعة عجبكم اعملوا لايك، سبسكرايب، وانشروها بين أصدقائكم. الله معكم.